هلو هلو بحلقة جديدة من حلقات ميس شو في رمضان. النهاردة هعمل لكم أكلة من أحلى الأكلات على الإطلاق. هي أكلة فلسطينية وتكاد تكون أشهر الأكلات الفلسطينية اللي حضرناها هنا في الاستوديو مش مرة كذا مرة وبكذا طريقة. المقلوبة، المقلوبة اللي قلت لكم ليها خصوصية إنها رمز من رموز إن شاء الله النصر والفتح القريب لفلسطين، لأنها اتعملت يقال من قصص تاريخية في استقبال صلاح الدين الأيوبي لما دخل القدس فاتح للقدس، وهو بيحب البتنجان والعرب بيلوموا على عادة العرب اللي هو كل الجزيرة العربية والوطن العربي على الرز واللحوم، ضافوا له البتنجان وكانوا بيقلبوها بسرعة علشان الأعداد الكبيرة، فأصبحت من الأكلات الفلسطينية الشهيرة. النهاردة هعمل لكم مقلوبة العزومات. دايما في توتر قلب المقلوبة، أنا لو رجعت للحلقات هتلاقوني في كل مرة بقلبها إيدي على قلبي اتلسعت، مظبوطة، هتطلع حلوة مش هتطلع حلوة. النهاردة هعمل لكم مقلوبة هنقدمها بالعزومات ببرزنتيشن شهي لا ينتقص من طعمها، اللي هو تسوية الرز مع البتنجان شيء، مع اني احط بتنجان بعد مغرفها، بس ازاي هطلع طعم الرز المقلوبة 100%؟ السمنة المحوجة هنعملها مع بعض، سلق اللحمة النهاردة هعملها باللحمة، سلق اللحمة الصح، الشوربة الصح، النقع للرز وخلطة الرز الصح. هنعمل مقلوبة على هداوة وتعملوها في أحلى عزومة وانتم مغمضين، حلاوتها تحضروا كل العناصر وبتقلقوش خالص من اللحظة اللي هتقلبوها فيها، لأنه ممكن زي ما قلنا يطلع شكلها حلو للعزومة. فالنهاردة هنعمل مقلوبة العزومات. جنب المقلوبة يا إما سلطة متقطعة نسميها سلطة فلاحي أو سلطة بلدي، البلدي في مصر بقى كبيرة القطعة، في فلسطين تبقى خرطة صغير، طماطم وخيار السلطة العادية، أو أحلى حاجة معاها زبادي بخيار. هنعمل النهاردة السلطة دي، والحلو اللي جنبها النهاردة هيبقى حلو بسيط لأنه هنركز في المقلوبة، هيبقى ليالي لبنان، حلويات من الحليب والسميد شوية سكر وعلى وشهم طبقة قشطة، من أبسط الحلويات وأشهاها، وكمان حلوة قوي نقدر ناخدها معانا لما نروح، مش لازم نشتري حلويات ب 600-700 جنيه وإحنا رايحين، طبق إزاز حلو نشتري قيم يقعد عند الناس هدية مننا نقدم فيه أو نعمل فيه ليالي لبنان أو أي حلويات حلوة شهية، من الأفكار اللذيذة إنكم كمان تكونوا عاملين حاجة بإيديكم، دي بتبقى مميزة جدا في الهدايا العزومات. تعالوا نكتب المنيو النهاردة. عندنا منيو، أنا هكتب منيو مقلوبة لأنه النهاردة هنركز على المقلوبة، هنعمل مقلوبة العزومات وحركز لكم على طريقة السلق، طريقة فلفلة الرز، السمنة المحوجة، التفاصيل اللي بتدي المقلوبة طعمها الحلو. وهنعمل جنبها سلطة زبادي بالخيار والنعناع والثوم ونظبطها النهاردة، وهنعمل حلويات ليالي لبنان. إذن النهاردة من ميز شو من مصر عاملين أكل فلسطيني وأكل لبناني، ويبقى أكلنا العربي الشهي هو يعني السيد والحاضر أكتر على سفر رمضان. بيوحشنا ساعات نغير شوية، بس أكل العزومات مطبخنا الشرقي مليء بيه. هتلاقوا كل الوصفات وكل المقادير على صفحتنا على الفيسبوك ميز شو تي في، لينك الحلقة اللي لازم تفرجوا عليها عشان أنا هقول تفاصيل وتريكس وحاجات يعني مش مكتوبة هتبقى بالمقادير، موجود في أول كومنت، في أول تعليق تحت أي وصفة هتروحوا على اليوتيوب. إذن تفاصيل مقلوبة العزومات وإزاي تطلع شهية بعد الفاصل. هلو هلو بحلقة جديدة من ميز شو. النهاردة أكلة المقلوبة، الأكلة اللي حقيقي من أشهى الأكلات الفلسطينية، اللي طبعاً كتراث فلسطيني خد أو تسلط عليه الضوء كتير الفترة اللي فاتت. دي من الإيجابيات اللي حصلت إنه أكلنا الفلسطيني، لما أقول أكلنا أنا فلسطينية مصرية، عشت في الخليج وعشت في الأردن وأردنية، يعني هلخبطكم شوية، بس أنا فعلاً فعلاً بقول إنه بابايا رباني على القومية العربية بجد، يعني
ممكن ادمع على اغنيه وطنيه لمصر او لليبيا او لدبي. بحس انه اكلنا وتراثنا وهويتنا في الوطن العربي بالفتره الاخيره والوعي اللي اصبح عند الجيل الجديد بالذات الشباب اللي بقوا متمسكين وفخورين بانتمائهم لوطنهم العربي مش بس منبهرين بالغرب، جزء منه انه يحبوا اكلهم، جزء منه انه يحبوا لبسهم، انه يحبوا تراثهم، انه يحبوا المودستي يعني فكره الشرقيه اصبحت فكره مش قديمه، فكره عصريه لازم احنا نكون السفراء ليها. فلما نقول هنعمل الاكل الفلسطيني، عاده الاكل الفلسطيني والمصري وكده مش اكل شكله في التقديم احلى حاجه. فالمقلوبه من الاكلات اسمها مقلوبه عشان بتتقلب بالطريقه دي وبتعمل توتر بصراحه، لو اتركنت جامد قوي بتنشف، لو قلبناها ومحروقه شكلها بيطلعش حلو. فتيجوا نعملها مقلوبه عزومات لا ينتقص من طعمها اي حاجه، عدم وجود البتنجان والبطاطس فيها من جوه التسويه، عاده بنحط كل حاجه في الحله. هنا النهارده هنعمل اللحمه بره والبطاطس والبتنجان بره، وهنعملها زي طعم التقليديه واحلى ازاي. عناصرها الاتي: الرز ليه طريقه، الشوربه، سلق اللحمه او الفراخ، والسمنه المحوجه. كله هنعمله النهارده مع بعض، بس خلوني الاول ابتدي معاكم نعملها بالطريقه بتاعت العزومات. اذا طريقه العزومات هنستخدم السمنه المحوجه، وهحوج معاكم السمنه على الهوا دلوقتي، بس الفكره اني عايزه ابتدي الرز عشان يلحق يستوي. فهناخد السمنه المحوجه، وهنعرف هي ايه السمنه المحوجه لما نيجي نحوجها دلوقتي. شايفين انها بيبقى عامل ازاي؟ رز المقلوبة بيبقى رز دسم كده شوية، وبيبقى لونه مصفر من الكركم اللي هنستخدمه سواء بالسمنة، ادي بغششكم اهو، او بالشوربة. فهحط السمنة على النار وهصفي الرز. الرز اللي مستخدمينه في المقلوبة، وده سر من اسرار المقلوبة، معرفش بينجح بس في المقلوبة ليه، خلطين رز مصري على رز بسمتي. بصوا بقى، هتقولوا لي طب ده تسويه وده تسويه، هما سحر بيستووا مع بعض. غسلاهم كويس المصري والبسمتي في نفس الوعاء، بيتنقعوا مع بعض بعد ما اتغسلوا، واللون ده معلقه كركم صغيره، تريك بتدخل لون الاصفر على المقلوبه بنقع الرز. هناخد المصفى اصفي الرز. اذا انا نقع الرز، غسلته، صفيت النشا منه ونقعته ربع ساعة بس مش أكتر، مش عايزاه يتكسر. حطيت معاه بالنقع مية عادية مش مية مغلية عشان ما يتكسرش، وحطيت كمان معلقة كركم. هناخد الرز على الحلة اللي فيها السمنة. طيب أطيب رز بتاع المقلوبة اللي بيبقى معاه البتنجان. البتنجان هنا قلنا هنزوق بيه عشان العزومات. انا خدت حبايه بتنجان قطعتها قطع صغيره وحمرتها بالزيت. اذا خدنا بتنجان حمرناه بالزيت، هنضيفه هنا على رز المقلوبه، وكده هيدوب، هتشوفوا هيختفي، بس هيديني نكهه رز المقلوبه الشهيه اللي بتبقى حته الرز الملاصقه للبتنجان دي بتبقى اطعم حته. فانا كده وزعت البتنجان كله جوه من غير ما اخسر نكهه الرز بالبتنجان. بتتعمل كمان بالقرنبيط بس هي الاشهر مقلوبه البتنجان. طيب انا هزود شويه سمنه كمان، بحس الرز كده بيلمع. طيب هنحط شوربه، هنسقي بالشوربه. تعالوا نصفي الشوربه. الشوربه شوربة سلق اللحمة اللي هنسلق برضو اللحمة دلوقتي مع بعض، هنصفيها ونضيف لها بهارات باودر. احنا حاطين بس بهارات صحيحة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنصفي الشوربة. شوربة ملهاش أي زفارة واللحمة دايبة، بصوا اللحمة كأنها متحمرة. لو مخرجنا يعللنا شوية نشوف اللحمة اللي في الحلة، هتحسوا عليها تحمير وهي أصلاً مش متحمرة، هي مسلوقة بس حمرناها قبل ما نسلقها، وده بيديها لون وبيديها طعم وبيقلل الريم. خلوني أجيب بس طبق أحط عليه المصفى اللي فيه اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اللحمة متحمرة ازاي، ده قصدي شايفين قطعة متحمرة ودايبة، لازم تتسلق صح. طيب هنقوم واخدين هنا على الشوربة دي كركم معلقة،
شوية ذرة جوزة الطيب وبهار مشكل معلقة صغيرة بس. ليه؟ لأنه هي متنكهة كويس جدا وهنحضرها مع بعض. هديها تقليبة وهنروح هنا نسقي رز المقلوبة بسخاء كمان، نشربها كويس. طيب لما أكون حاطة تحت فراخ وبتنجان والبطاطس بيكونوا واخدين حجم فوليوم من الطاسة من الحلة سوري، فلما أجي أشرب ما بشربش كتير علشان مش كل الحلة رز. الرز بيبتدي من التلت يعني أول تلت كله خضار وبروتين بعدين الرز. هنا لا، محتاجين نشربها كويس جدا ونسويها عشان تطلع مستوية كده وجوسي ومش طرية مهرية بس طرية كده حلوة. فإحنا هنا حطينا البتنجان مع الرز مع السمنة، اديناهم تشويحة، ادينا الشوربة بعد السلق اللي هنعمل الشوربة مع بعض، اديناها بعد السلق كركم ومعلقة كركم صغيرة ومعلقة بهار مشكل صغيرة، واديناها ذرة جوزة الطيب. فهنسيب ده يغلي. الملح طبعا احنا حاطين مع السلق مكعب مرقة، هنحط رشة الملح اللي تظبط عشان الرز بيتشرب دلوقتي، ولو الشوربة مظبوط بس ملحها مش هتدينا الملح، يعني محتاجة تبقى شوربة الرز مملحة سنة أكتر عشان الرز يتشرب النكهة. ومن هنا طريقة تسوية الرز العادية، هنسيبه يغلي، هنحضر ورقة الزبدة والغطا ونغطيه كأنه من فلفل رز عادي. طيب أنا كنت مستعجلة بالخطوة دي عشان عايزة أسويها معاكم، مش عايزة أفتح حلة وأقول لكم دي استوت قبل الهواء عشان تشوفوا الخطوات. تعالوا دلوقتي نقول احنا هنعمل المقلوبة من الأول. نشيل اللحمة هنا. خلينا نقول بالعزومات لو عملناها بالفراخ، الفراخ قطع كبيرة يعني مش هياكل الواحد صدر وورك فرخة، يبقى الواحد عايز يدوق من المقلوبة مع حتة لحمة أو حتة فراخ. فاللحمة بلاقيها أوقع لأنه حجمها بيبقى أسهل، لحمة كباب حلة كمان أو موز مخلية ممكن تقطعوها علشان تدينا بورشن حجم سيرفينج معقول. لل قد ايه الواحد بيغرف بالعزومات؟ بيغرف من ده ومن ده ومن ده، عايز يدوق كل حاجه. فلو خد ورك فرخه، والله ساعات بتكسف وانا في عزومه اني بحبش اسيب، احنا في رمضان فمش حلو نسيب كميه كبيره في الطبق، فبقعد اكل نوع واحد اخلصه ونفسي ادوق نوع تاني. فده فكره لذيذه، ده في كل الوصفات حاولوا بالعزومات تبقاش قطع كبيره. هنا حل على النار، بما اني بسلق النهارده للمقلوبه هستخدم سمنه، بس في العادي ممكن نستخدم زيت او نخلط الاثنين. هحط معلقه سمنه، شوفوا انا خلصتها فلازم نعمل المحوجه مع بعض عشان نستخدمها لما الرز يتفلفل، ونحط عليه اخر طبقه سمنه دي اللي على الوش اللي بتبقى رائعه. اللون اللي انتوا شايفينه بالسمنه دي اللي احنا محوجينها ده الكركم. بس فيها مكون سري على فكره، كل ما حد يعرفه بعد ما يدوق يقول لي الله سمنتك حلوه قوي. ايه المكون السري؟ هسيبكم تعرفوه بعد الفاصل. اللي متابعنا هيبقى عارفه لانه عملناها قبل كده، اللي مش متابعنا يقعد يفكر السمنه المحوجه يا ترى ايه المكون اللي طعمه عاده غريب وبيظهر جدا، بس لما يدخل بالسمنه بيطلع طعمه خطير. قبل ما نطلع فاصل هبتدي احمر، سامعين الصوت ده؟ تنزل على طاسة أو حلة سخنة قوي تاخد تحميرة تحسوها شكلها مستوية قبل إضافة أي بهارات أو أي حاجة. فأنا هحط اللحمة تتحمر ونطلع فاصل، وانتوا فكروا يا ترى السمنة المحوجة غششتكم فيها كركم وسمنة، إيه المكونين الباقيين اللي واحد منهم غريب إنه يبقى في السمنة؟ بعد الفاصل هقول لكم. فكروا. انا غطيت الرز، ثواني بس عايزه ازود له نقطه شوربه قبل ما اغطيه، احساسي بيقول لي كده عايزاها جوسي اكتر. اول ما يبقى الرز كده بنفس سوى الميه او الشوربه بنغطيه بورقه الزبده، تساعد على الفلفله بشكل اكبر لانها بتخلي البخار محبوس ما يطرش كده بسرعه من الحله، والبخار هو اللي بيسوي الرز احلى. بنوطي الحراره على التلت كده ونروح للحمه. احنا حطينا اللحمه، بصوا خدت تحميره تجنن، دلوقتي هزود لها سمنتي خلصت هنعملها مع بعض.
حمرناها بالسمنه. بصوا لونها، هوريكم حالا. بصوا شو بقت عامله ازاي، متحمره تماما. ده بيديها طعم حلو جدا. هنقوم حاطين معاها بصلتين او بصلايه كبيره، فلفل اسود سليم معلقه صغيره، عودين من القرفه، هنحط لورا وكم فص حبهان، ونديهم تقليبه يتعرضوا للحراره عشان ينزلوا نكهاتهم العطريه. في المرحله دي ممكن تحطوا كرفس، ممكن تحطوا جزر كمان. هناخد دلوقتي الميه مغليه، واوريدي لون اصلا المرقه هيطلع وهمي من اول ما تحطوا الميه. طيب انا ما حطيتش ملح، لانه لو اللحمه عايز يعني ناشفه ما تحطوش ملح، الملح بيشد اللحمه الاول. هنحط بس مكعب مرقه كده، وبعدين نظبط الملح قبل ما نيجي او بعد السوى على طول. هنسيب لحمتنا تستوي لحد ما لحمتنا تستوي، بمعنى انه اللحمه قطعيات مختلفه، نفس القطعيه من جزار لجزار مختلفه. لما تطلعوها كده وتلاقوها بالشوكه زي ما انا وريتكم طريه، يبقى استوت. تغلوها شو يعني، لو عندكم وقت اغلوا ربع ساعه، وطوا الحراره كده للنص وسيبوها على نار هاديه. بس هي دي شوربتنا اللي ابتدينا فيها الحلقه وصفيناها علشان نعمل المقلوبه. ضفنا لها في المرحله ما بعد التصفيه كركم، بهار مشكل، ذره جوز الطيب. فانا هسيب دي هنا تغلي، ونعمل مع بعض السمنه المحوجه. فكرتوا يا ترى بالمكون؟ تعالوا نشوف مع بعض. هناخد السمنه، السمنه العاديه، اما السمنه الجاموسي او السمنه البقري العادي، نحطها على النار. عملنا قبل كده على فكره السمنه من الزبده، اللي حابب يعمل السمنه البيتي وبعدين يحوجها يكتب وصفه السمنه البيتي، وعملنا الزبده البيتي كمان. هنديها الاتي، المكون السري، قربوا كده يمكن هم يحسروا، بس اول ما يشوفوه هيستغربوا. الحلبه، الحلبه اللي ريحتها قويه جدا، طعمها الناس بتستغربه ساعات، مش كل الناس بتحبه. لما بتدخل معلقه كبيره منها مع السمنه دي وتغلي معاها بوجود 6 7 8 فصوص حبهان، وبوجود معلقه صغيره من الكركم، بتطلع عندكم سمنه. هقول لكم تستخدم في ايه وهتعرفوا. المنسف، عارفين رز المنسف؟ رز مصري بسمنه محوجه، صفر على الخفيف كده، وريحته تجنن، ريحه رز المنسف دي، سمنه المنسف. هنسيبها على نار متوسطه تقريبا 10 دقائق، بعدين نصفيها. محضره لكم الشاشه مصفه زي ما مصفي السمنه من المرته، ونحطها ببطرمان. وادعوا لي، اصلا الريحه ابتدت تطلع، وكل ما تقعد يعني لو حابين تطفوا النار وتسيبوها تهدى، كل ما تقعد في التحويجه بتاعتها كل ما بتحلو. تعالوا اقول لكم الرز، قالوا لي وريهم خلط الرز مع بعض. ده رز مغسول بسمتي عشان ما نكونش فوتنا ولا خطوه. غاسلين الرز البسمتي من غير ما نكسره، شايفين مش متكسر خالص، ايدينا فيه كده بس من غير ما نقعد تحت الحنفيه ندعك. غسلنا برضو الرز المصري، شايفين لونهم بقى شفاف بعد ما نغسلهم، النشا بيطلع منهم. بعدين هنحط لهم كركم، قلنا دي هننقعهم كده ربع ساعة تلت ساعة بالكتير، وبمية بدرجة حرارة الغرفة. تغلطوش غلطة المية المغلية على الرز وهو ني، لأنه بيكسره. فهنقلب دول وننقع ده. بصوا احنا الكركم بيدخل اللون المصفر في الرز، رز مصري ورز بسمتي بيستووا مع بعض، وهنشوف في اخر الحلقه. دلوقتي هنعمل ايه؟ الرز بيستوي عندنا هنا، خلوني اطلعهم، انا سايباهم على نار هاديه، مقطعين بتنجان اللي بنحطه عاده جوه المقلوبه، ومقطعين البطاطس اللي برضو بنحطها جوه المقلوبه، وقليينهم بالزيت. انا مخلياهم بس في الفرن علشان يفضلوا دافيين. عناصر المقلوبة الآتي: الرز اللي بالبتنجان الشهي بيستوي، اللحمة تعالوا نحمرها ولا نعمل السلطة ونسيبها بعدين يا كنترول، إيه رأيكم؟ لحد ما الرز يستوي. طيب معانا وقت قد إيه؟ خليكم معايا عشان برتب النهاردة، وقتي للبرزنتيشن هياخد مننا سنة وقت. هنقدم كده تقديمة حلوة، فمش عايزة الفقرة الأخيرة تبقى غير للمقلوبة.
طيب احنا السمنه هنا حوطي الحراره وريحتها تجنن، اللحمه بتتسلق، الرز. طيب انا هحمر اللحمه بالسمنه، هاخد شويه من السمنه اللي احنا بنحوجها هنا. بسم الله، اجيب الطاسه دي جنبي، ولا دي تقيله مش هقدر عليها، همسك كده طبقه تحتي. عزومات بقى كانت ماما، احنا ما كنتش زمان بحب السمنه، كنتش بفهم قوي قوي بالاكل الدسم، فماما كانت عندها علبه سمنه كده مخبياها مننا، مش عشان بناكلها، عشان ما بنحبهاش. فاول ما يبقى عندنا عزومه اجي اقول لماما انا شم ريحه، تقول لي عشان الضيوف، الاكل بيطلع احلى. فهمت ده لما كبرت انه فعلا الاكل بيطلع احلى. هحط اللحمه، منها تسخن لو انا محضراها بدري، ومنها تاخد كده تحميره حلوه. هوطي النار عليها واسيبها تسخن. اذا انا عندي البتنجان، انا بقول لكم تقديمه المقلوبه ازاي في العزومات. فالعزومات جزء منها كبير تحضير الوقت، ترتيب الوقت. فبنعمل ايه؟ عندنا اللوز اللي هنحطه مقلي جاهز، جهزت اللوز بتاعي. عندي البطاطس والبتنجان جاهزين، عندي الرز بيستوي، وعندي اللحمه سخنه، وعندي شويه بقدونس. دول كل العناصر اللي هحتاجهم عشان اغرف المقلوبه وتطلع على طول على السفره. دلوقتي تعالوا نعمل مع بعض السلطه البسيطه جدا، اللي هي عباره عن الخيار المبشور. احسن حاجه يبقى مبشور بالسلطه دي. زمان كنت بقطعه صغير، لقيت المبشور بيطلع ألذ، بيطلع كده كل لقمه فيها خيار كتير. انا بس بقلب اللحمه، هي متحمره اوريدي، احنا بس بنسخنها. وعلى فكره ممكن الشوربه دي، بصوا نعمل ايه، نحطها معاها شويه تخلي اللحمه تفضل طريه، فاحطها على نار هاديه مع الشوربه اللي فضلت من السلق، علشان لما نيجي نحطها على الوش تبقى جوسي وطريه، مش ناشفه ومقدده كده. ما بحبش اللحمه لما تنشف، فهي على نار هاديه. الرز نبص عليه مع بعض، الرز قرب جدا شايفين. وفي المرحله دي برضو هحب ان احط عليه سمنه، في المرحله دي مرحله برضو اضافه السمنه، فهاخد من السمنه المحوجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، كمان شويه. ايوه لازم يلمع الرز كده، بصوا بس كده. عشان نعمل ايه يا كنترول؟ عشان الفقره الجايه نقدم المقلوبه وبعدين نعمل ليالي لبنان. لحمتي دافيه، الرز على وشك، السمنه تعالوا اصفيها ولا تسيبوها؟ سيبوها. شايفين اللخفانه اللي انا فيها او اللخبطه دي؟ لخبطت قبل الاذان بشويه. انا كل يوم بعيش الموضوع ده مرتين، مره على الهواء عشان لازم اخلص في وقت معين، ومره وقت الفطار. اذا حطينا الزبادي وحطينا الخيار، وكتروا الخيار يعني خلوه كتير، ما تبقاش كلها زبادي. هنحط ثوم وعصير ليمون ونعناع ناشف. النعناع الناشف بقى طعمه معاها هايل. وبصوا لون النعناع اللي احنا منشفينه بمايكرويف، لونه اخضر فاقع طبيعي كده، لانه المايكرويف بياخد دقيقتين وبيبقى ناشف ما بيغيرش لونه. سنه ليمون، رشه الملح، وسلطتنا بقت جاهزه. نطلع فاصل، ولو الرز استوى نرجع نغرف المقلوبه، لو ما استواش هنعمل ليالي لبنان واخر حاجه نغرف المقلوبه. يلا استنونا. سمنه صفتها من الحلبه والحبهان والكركم، طبعا دايب معاها، وبنحطها ببطرمان تبرد كده، وبعدين استخدموها بألف هنا وشفا. طعمها في حته تانيه، بتاخد الاكل في حته تانيه. فهحطها هنا. وعملنا عملنا سلطه خيار بزبادي، هنحط له سنه زيت زيتون كده على الوش. وتعالوا نبتدي بالحلويات عشان اسيب الرز يتفلفل صح، يعني المقلوبة رز مفلفل مظبوط جدا. فتعالوا نحط عليه شوية نعناع فريش برضو، من أحلى السلطات جنب المقلوبة الصراحة، السلطة البسيطة دي. طيب ليالي لبنان، ما هي ليالي لبنان؟
لتر حليب عليه، ممكن نحط له شوية، عارفين علبة القشطة الصغيرة أو شوية كريمة حلويات أو حتى كريمة طهي. ليه بقول لكم كريمة حلويات أو طهي؟ لأنه كريمة الحلويات بس لما بتفرق لما نيجي نخفقها تدينا الويبت كريم، الطبخ مش هتعمل كده. فلو احنا بس عايزين ندسم الأكل عندك دي أو دي، الاتنين شغال. هنديها نكهة، النكهة اللي هنديها لها تحبوا تحطوا مستكة حطوا، بس احنا بنحط ماء الزهر أو ماء الورد، معلقة صغيرة تدي طعم. هنحط لهم يدوبك سكر خفيف لأن بتتقدم مع شربات، فبس بنحط معلقة سكر على الخفيف كده، يعني حتى لو عايزين من غيرها. فكرة الحلويات دي هي مش مسكرة، الشربات اللي مسكر. كوباية من السميد، سميد البسبوسة، وريهولنا يا مخرجنا، سميد البسبوسة العادي جدا الناعم. فكوباية للتر وشوية، لو حطينا أكتر هتطلع ناشفة، الصبح كنا حاطين أكتر شوية قفشت بسرعة، هي المفروض تنزل في الطبق سايلة كده مش مكلكعة. فبسخن اللبن وبحط السميد وبفضل أقلبه لحد ما يفرش جوه اللبن. إذا لتر حليب عليه نكهة ماء الزهر أو ماء الورد أو المستكة زي ما تحبوا، اللي حابب يحط فانيلا يحط، بس هي بتاخد النكهة دي الورد، أنا النهاردة حاطة ماء الورد. وحطينا عليه نص كوباية كريمة تديها دسم، لو اللبن سايب ويعني غني بالدهون مش مضطرين تضيفوا الكريمة أو القشطة. وحطينا عليها معلقة سكر، نفضل نقلبها لحد ما تتقل تتحول لدي، نزوق دي لحد ما غرفتها في طبق ازاز حلو. شايفين بقت متماسكه ازاي اهو، لازم تبقى متماسكه بالشكل ده. بقوم واخده عليها طبقه القشطه، قشطه بلدي، قشطه اللي هي عملناها الوصفه اللي هي زي الريكوتا مع القشطه، زي ما انتوا عايزين. هنحط طبقه القشطه وبرده دي مش مسكره، وندهنها بطريقه كده لذيذه. حلويات الماما كانت برضو مشهوره بيها جدا، ومقلوبه ماما لا يعلى عليها، اكيد اكل امهاتنا كل واحد بيعتبر اكل امه هو التوب، لانه معمول يعني بذكريات كتير مش مجرد الطعم. الطعم ليه جزء من يعني ليه احلى اكل، هو احلى اكل عشان شافها وهي بتعمله بالمطبخ، وهي بتتعب علشانهم، وهي نفسها يدوقوها ويعجبوا بالاكله. طيب هنحط لها ايه؟ هي بتتقل هنا، سوري تعالوا نبص بس، لانه السميد فجاه بيبتدي يتقل، فانا هاخد مضرب سلك عشان ما يكلكعش مننا. فجاه بتلاقوه تقل وتشرب اللبن، بس بفكه كده ما يكلكعش. هنحط له دلوقتي فستق، اشهر المكسرات اللي تدخل بالحلويات اللبنانيه، فستق الحلبي، فستقنا من رجب العطار، بجد بجد سوبر فريش، يعني عارفين اللي هو بيقرمش من حلاوته. وممكن نحط له، عملنا مربى الورد من الورد الناشف، الورد اللي بيجي لنا من ازاهير المجفف، الورد البلدي، غليناه بكوبايه ميه وبعدين حطينا عليه شربات، وبصوا بقى عندنا احلى مربى ورد بيتي. فاحط شويه مربى ورد هنا، والشربات ما بتحطش عليها هنا، شربات لما نقطع القطعة بيتحط على القطعة نفسها، يعني بنقطع بناخد قطعة وبتحط على القطعة نفسها. هنا السميد ابتدى يتقل اهو، بصوا ابتدى يفرش، هوريكم حالا عشان ما تزودوش بدري بدري وبعدين يطلع تقيل. تبتدي الحبيات السميد تفرش جوه اللبن، شايفين؟ احنا بنقول تتفتح، لازم تتفتح، لازم تاخد عشان ما تبقاش فيها العضة دي. فانا احطه على نار هادية واقلبه كنترول، نبتدي نغرف عشان لما نرجع دايما من الفاصل بتصدموني انه في 3 دقايق ودقيقتين وكده. يلا بينا هنحط، على فكره بتحط عليها برضو لو حابين زي عيش السرايا لوز، يعني بما انه في رمضان وعزومه برضو بتطلع المكسرات وبتطلع نحط لها شويه لوز ونزود الفستق. يلا نغرف، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد ده هنا ونحط حاجتنا جنبنا. اول حاجه الطبق اللي هنغرف فيه من الحاجات المهمه، نجيب طبق حلو، نقرر انهي طبق هنغرف النهارده، ده ولا ده، تيجوا نغرف هنا، انا حاسه بده. طيب هنبتدي نغرف الرز، وما ادراك ما رز المقلوبه، تعالوا نشوفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم،
ناخده هنا جنبنا. جاهزين؟ هيا بنا نطفي النار. بصوا ترارارا، شوفوا لي البسمتي متفلفل مع المصري ازاي. بصوا بصوا، للناس اللي بتشك انه هيستووا مع بعض، تعالوا هنا وشوفوا شكلها. بيقولوا لي بالكنترول بتشهي، وهي بتشهي وشاربه السمنه الشهيه اللي عملناها. هنبتدي دلوقتي نغرف. شايفين البتنجان؟ ما خسرناش طعم البتنجان اللي مع الرز. فكره الرز اللي متطعم بالبتنجان، عشان قلنا هنعملها بطريقه العزومات، مش معناها نخسر التقديمه الحلوه دي. يعني مش عشان الشكل نضحي بالطعم، طعم المقلوبه رز كده متشرب السمنه ومرقه اللحمه السلقه والفراخ وطعم البتنجان مع، ما اعتقدش البطاطس وهي جوه الرز هتطعم، يعني هتدينا طعم، غيابها مش هيفرق. ف انا بس ايه بعمل حاجه، تعالوا معايا على، ايوه خلاص اهو شايفين تقلت ازاي. اوعوا تستعجلوا وتضيفوا لبن سميد زياده. بصوا ابتدت تعمل ازاي، فرش ازاي، بياخد وقت. السميد هو قمح متكسر ناعم، اوكي اهو. اديها تقليبه ثانيه ونحطها على طول وهي سخنه في الطبق اللي هنقدم فيه على طول. نكمل بس غرف الرز وغرفها. هتقدروا تقولوا لي عندنا كام دقيقه لما نرجع، ولا بتحبوا تفاجئوني؟ تحبوا تفاجئوني؟ اه طبعا، زي ما كل يوم، برغم انه احنا عارفين موعد الاذان امتى، بتفاجئ برضو انه هيدن. يلا اجروا، في كمية لسعات رمضانية في ايدينا غير عادية، دي بتاعت قبل الفطار بالظبط. وبعدين اقنعهم، طب اشربوا الشوربة، هجيب لا الاكل كله على السفرة. طيب حطينا الرز، نوزعه بشكل حلو كده عشان هنحط، قلنا دي مقلوبة عزومات، البرزنتيشن المهمة فيها. فانا هرص البتنجان داير ما يدور، فعايزه حته يقعد عليها. نشيل دول هنا. عايزه اعمل حاجه قبل ما نطلع فاصل، نزوقها بعد الفاصل. عايزه احط ليالي لبنان في الطبق وتشوفوها وهي في المرحله الصح. بسم الله. جاهزين؟ لازم تبقى كده، لو كانت ماسكه نفسها عن كده هتبقى لازم تتخفف باللبن. الصبح قلت لكم احنا ابتدينا بكوبايه ونص من السميد، قلت لكم زودنا شويه فزودت لبن. النهارده قلت في الحلقه هقلل السميد يطلع مظبوط 100%. بنفردها كده وبنسيبها تبرد طبعا عشان نضيف القشطه. شربتنا بيبقى تقيل، انا احطه كمان شويه في طبق ونقدمه جنبها. الشربات يبقى تقيل، وتخيلوا طعم القشطه مع حلاوه السميد بالحليب تحت، وكمان طعم ماء الورد والفستق ومربى الورد والشربات الحلو، هتدعوا لي بجد من احلى الاكلات. طيب احنا هنحط برضو دي هنا، وهبتدي ارص البتنجان والبطاطس عشان بياخدوا شويه وقت يطلعوا من الفرن سخنين. ونبتدي واحده بطاطس، واحده بتنجان، واحده بطاطس. مقلوبه العزومات ان بروجرس، ايه رايكم؟ والبتنجان مقلي، البطاطس برضو مقليه. عاده لما نعمل المقلوبه بنخلي البطاطس مش مستويه تماما عشان لسه هتستوي مع الرز، بس هنا لازم تبقى مستويه تماما علشان خلاص هي كده هتتقدم على طول، بس تبقى بالفرن يعني بلاش نركنها على جنب. انا طلعتها لكم بدري عشان بس اوريها لكم، بس في البيت هسيبها بالفرن درجه حراره خفيفه علشان تفضل سخنه وقت التقديم. نطلع فاصل وانا هكمل رص البتنجان والبطاطس، ونرجع نقدم المقلوبه ونروح على سفرتنا ونشوف مقلوبه العزومات هيبقى شكلها عامل ازاي. انا ما عملتش حاجه كتير على فكره، انا دلوقتي بالفاصل يعني بزود البتنجان لانه من احلى الحاجات الصراحه، مش عايزه اهدر، فبعمل دبلنج كده لطبقه البتنجان لانه احلى حاجه بجد مع الاكله دي البتنجان. اللحمه تعالوا بصوا هنا شربت ازاي، حطيناها مع المرقه وشويه سمنه
وهي اوريدي كانت متحمره التحميره دي من السلق مش من التحمير بالسمنه، هي طلعت من السلق متحمره. بس عايزه اوريكم طراوه اللحمه، بصوا اسلقوها لحد ما تستوي لحمتكم وتطلع كده بالشوكه دايبه. شايفين لونها من جوه بفضل بينك ازاي؟ تقفيله اللحمه بالتحميره دي من بره بتحافظ على المويستشر، الطراوه بتاعتها من جوه، بنسميها ويسيلت، هي اسمها سيرنج، سيرنج تحمير، بس يسير اند سيل، بتقفل المسام، بتحافظ على الجوسنس، سواء بتعملوا ستيك، بتعملوا اي حاجه ليها علاقه باللحمه، حمروا وادعوا لي، بتفرق قوي. واسمها باللغه العربيه الفصحى، حاولت ادور على سيرنج، سفع، نسفع اللحمه على جميع الجهات، اسمها سفع. بس سفع، سيرنج، سيلينج، اللي انتوا عايزينه، هي احلى طريقه تحافظ على اللحمه جوسي. هنحط اللحمه هنا، والفكره قلنا النهارده انه مش حاطينها جوه، عاده بتختفي جوه. واتنين، الفراخ بالعزومات قطعها بتبقى كبيره قوي، صعب الواحد يخلص القطعه، فدي بتبقى افضل فكره لتقديم المقلوبه في العزومات. فاضل ايه للمقلوبه؟ فاضل ناخد اللوز، بيطلع بتطلع برضو المكسرات زياده بالعزومات. بسم الله، ونرش عليها اللوز. طبعا زمان كنا بنرش صنوبر، بس دلوقتي اللوز ماله حلو، وفي لوز صنوبري متقطع صغير بالشكل ده. واخر حاجه مش بس جارنش، طعمها بيفرق جدا، شويه بقدونس. جاهزين يا مخرجنا تورينا المقلوبه الحلوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوية البقدونس الفريش، وعلى السفرة على طول. بس قبل ما نروح، تعالوا كده أبعد الصواني دي وأغسل إيدي، ونبص على المقلوبة الحلوة دي. الرز متشرب مرقة اللحمة أو مرقة الفراخ اللي عملتوها، السمنة متحوجة، مصري على بسمتي، فلا هو مفلفل بزياده ولا معجن، مغسول ومتفلفل صح، واخد البتنجان اللي شلناه منه عشان نعمل برزنتيشن حلو، اوكي، واخده قطع صغيره. بصوا، عايزاكم بس تشوفوها كده، ايه رايكم؟ ولا توترنا ولا قلبناها، وخدنا كل النكهات، وخدنا الشكل الرائع ده اللي هنطلع فيه حالا على السفره. بكل بساطة النهاردة سفرتنا بسيطة، المقلوبة مش عايزة، يعني هي بتبقى السنتر بتاع الترابيزة، تعملوا شوية مكرونة، تعملوا شوربة، تعملوا يخنة، حاجة مثلا بامية، طاجن فيه صوص بالطماطم. يعني لما تيجوا تعملوا المقلوبة خليها هي السنتر، هي الرز خلاص، تعملوش رز تاني. هنا شوية قلنا شوربة، هنا شوية سمبوسك، هنا طاجن بامية، أو اعملوا حاجة بالفراخ بما إنه فيها لحمة، طبق الزبادي بالخيار. ليالي لبنان احلى الحلويات البسيطه. شفتوا عملنا ايه؟ خطوه على البوتاجاز، شربات جاهز، شويه قشطه على الوش، طلع معانا الحلويات دي. ومربى الورد بيفرق، ورد مجفف بيتغلي بالميه، يعني كوبايه ورد قصادها كوبايه ميه يغلوا مع بعض، نحط عليه لما يشرب الميه وينزل الطعم، نسيب الميه نحط عليه شويه شربات ويغلوا لون احمر شويه، يعزز اللون ويطلع احلى مربى ورد. مقلوبتنا الشهيه الفلسطينيه ستبقى من اشهى الاكلات اللي انتوا هتجربوها وتشوفوها على اليوتيوب عندي بكل الاشكال والالوان، ودي اول مره اعمل طريقه العزومات. حلقتنا بتفضل على اليوتيوب، وصفاتنا بتفضل على ماي شو تي في. بحبكم جدا، ومكملين معاكم باحلى الوصفات الرمضانيه.